الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني، والبداية دوما بهم العناوين. جاهزين لأسئلة حق جميع مؤسسات الدولة في استعداداتها في يعني تحصينها. الشاب ينذر بالخطر والحمدان يعد الأسئلة. لائحة تنظيم القروض العقارية تبصر النور. لله الحمد كانت إصابات بسيطة تم معالجتها بالموقع. ألسنة اللهب تلتهم محتويات سرداب تجاري. تكثيف القصف على ريف دمشق والأسد يلجأ للكلور. أزود تركيزه وانتباهه وعلمه شلون طريقة الاستيعاب نفسها. ألعاب حلوة وجميلة وتربوية. التعلم باللعب بين اكتشاف المهارة وتنمية القدرة. وفي يوم المعاق رحلة خاصة مع ولي عهد دبي. أسئلة برلمانية عدة يعتزم النائب حمود الحمدان التقدم بها لأكثر من وزارة معنية في مسألة انتشار المخدرات، سيما بعد أن كثر الحديث عن ظاهرة انتشار ما يسمى بالشبو. وقال الحمدان في تصريح للراي إن الظاهرة يجب أن تتابع سيما في المدارس، موضحا أن أسئلته البرلمانية تهدف إلى الوقوف على الإجراءات الحكومية المتبعة في هذا الجانب. إلى هذا الأمر مجهزين لأسئلة حق جميع مؤسسات الدولة في استعداداتها في يعني تحصينها عن مثل هذه النوعيات، خاصة أن مكوناتها موجودة في الأسواق، فودنا أن وزارة التجارة أي أمر يكون من أسباب مكوناتها أن يزال، ويكون هناك جهد مضاعف بالمدارس في متابعة الأبناء والبنات حتى لا يعني يندس بينهم من لا يخاف الله عز وجل ويريد الربح السريع ويفسد أبنائنا وبناتنا. فلذلك بإذن الله احنا راح نستخدم سلطاتنا في توجيه الأسئلة ونشوف شنو يعني ما أدت فيه الوزارات مقابل هذه الهجمة الشرسة من هذا الانحراف السلوكي والأخلاقي. وفي المواقف البرلمانية قال النائب فيصل الكندري إن المجلس والحكومة سيتعاونان لما فيه مصلحة الكويت، مضيفا أن التعاون لن يكون تهاونا وأن النواب سيحاسبون أي وزير مقصر في الحكومة. احنا اليوم في مركب الكويت، مو في مركب واحد، لا احنا بمركب الكويت حتى فعلا نستطيع أن نعيد أمجاد هذه البلد كما كانت، لكن هذه تحتاج وقت، تحتاج جدية في تنفيذ القوانين التي تقر من مجلس الأمة من الحكومة أو من الوزراء المعنيين، لأن احنا ما راح نقول لك تعال أوكي احنا أعطناك قانون ما يتنفذه، لا احنا راح يكون لنا حساب مراقبة وحساب لأي وزير مقصر. ترى المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضافة أعلن اعتماد اللائحة الجديدة المنظمة للقروض العقارية التي يمنحها البنك في صيغتها النهائية تمهيدا لبدء العمل فيها. وقال المضاف إن مجلس إدارة البنك اعتمد خلال اجتماعه الأخير اللائحة الجديدة التي تعد ركيزة أساسية وهي بمنزلة حجر الزاوية في عمل البنك، حيث تحدد اشتراطات وضوابط منح القروض العقارية والمستفيدين منها والأوراق والمستندات المطلوبة والخطوات والإجراءات العملية اللازمة للحصول عليها. رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر الإنصافي زف البشرى لجميع العاملين والموظفين في وزارة الأوقاف بتراجع الوزارة عن قرار تمديد ساعات الدوام الرسمي بعد تفاعل الوزير يعقوب الصانع مع مطالب النقابة. وبهذا الشأن قال الإنصافي إن مساعي النقابة أتت ثمارها مع استجابة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لمطالب النقابة التي تمثل الموظفين العاملين في الوزارة.
حريق اندلع في سوق شعبية في أحد سراديب منطقة جليب الشيوخ فيما هرعت فرق الإطفاء لإخماده، وقد لجأ رجال الإطفاء إلى إخلاء المجمع السكني مما حال دون وقوع إصابات تذكر، كما وجهت الإدارة العامة للإطفاء دعوة لاتباع الإرشادات السليمة في التخزين تلافيا لوقوع الحرائق ونتائجها الكارثية. الحريق بدأ الساعة تقريبا 9:30، وصلت الفرق خلال 5 دقائق، وبدأ عمليات التعامل بالسرداب. كان هناك بعض الصعوبة موجودة والخطورة لرجال الإطفاء، لكن بجدارتهم وقدراتهم استطاعوا أن يخترقوا المخاطر هذه ويتعاملون مع السرداب حرفيا. لله الحمد كانت إصابات بسيطة تم معالجتها بالموقع من قبل من رجال الإطفاء ومن 4 من الجمهور. اتباع الإرشادات الوقائية أعتقد هذه من أولويات كل مجمع وكل منزل وكل مكان. إذا اتبعت الإرشادات أنا أعتقد راح تكون في وضع آمن. التخطيط المسبق، حط نفسك دائما أن يعني بأسوأ الاحتمالات بحيث أنك تتحكم وتتعرف على المخاطر لكي لا تقع في مثل هذه الحوادث. نتمنى دائما ان نتعلم ونعي خطوره هذه الحوادث ونتعلم من اخطائنا، خصوصا بان الارشادات موجوده، توجيهاتنا موجوده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام. اختتمت فعاليات المعرض الدولي 7 للاختراعات في الشرق الاوسط والذي ينظمه النادي العلمي الكويتي برعايه امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وذلك باعلان تتويج الفائزين من دول خليجيه وعربيه وغربيه بجوائز المعرض المختلفه. وقال وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك ان نجاح المعرض في دورته 7 دليل نجاح الكويت وتاكيد على انها تحتل مكانه بارزه ومتميزه ومرموقه في مجالات الاختراعات والابداع. شرفت اليوم بحضور توزيع الجوائز الفائزة للمعرض 7 للاختراعات بالشرق الأوسط، وكانت بالفعل الاختراعات على مستوى عالي من الإبداع والابتكار، وهذا ما ذكره رئيس لجنة التحكيم القادم من جنيف والذي يشرف على جائزة جنيف للاختراع. فكل الشكر للقائمين على هذه الجائزة، نادي العلم الكويتي الذي عودنا دائما على التميز وعلى رفع توقعاتنا جميعا. آمل إن شاء الله أن نلتقي كل سنة مع إبداعات وابتكارات جديدة وأن يكون للكويت نصيب أكبر منها إن شاء الله. عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت صبيح المخيزيم أعلن اعتزام الجامعة استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني إلكترونيا للطلبة المستوفين لشروط القبول، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 من الشهر الجاري. وقال المخيزيم إن تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا سيكون للطلبة المستوفين للشروط من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني مجلس التعاون الخليجي وغير محددي الجنسية من الخريجين والمتوقع تخرجهم من النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية، وكذلك خريجو المدارس الإنجليزية. في المنامة اعتبر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن القاعدة وداعش ليست الخطر الأكبر، قائلا إن الخطر الأكبر يكمن في حزب الله الذي يحظى بدعم من دول ضالعة بحد ذاتها في تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر حوار المنامة التي يشارك فيها رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي، والذي أكد بدوره أهمية مؤتمر حوار المنامة في تناول الملفات الأمنية التي تخص المنطقة وعلى رأسها ملف الإرهاب، مضيفا أنه التقى العديد من رؤساء الوفود المشاركة لتبادل وجهات النظر حول الموضوع الإقليمي والدولي الخاص بالتعامل مع الملفات الأمنية.
فيما كثفت قوات النظام السوري قصفها الجوي والمدفعي على أحياء وبلدات في ريف دمشق، لجأ الأسد مجددا إلى استخدام غاز الكلور لوقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية نحو مطار دير الزور، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أوضح أن التنظيم بدأ فجر اليوم اقتحام مطار دير الزور العسكري من الجهة الشرقية للمطار ومن جهة قرية الجفرة التي سيطر عليها التنظيم أمس، كما سمع دوي انفجار بالقرب من اللواء 137 قرب المطار يعتقد أنه ناجم عن تفجير عربة مفخخة. البرلمان العربي انتخب 4 نواب لرئيسه من بين 10 أشخاص تقدموا لشغل المنصب، وذلك خلال جلسة عقدها البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. وفاز بالمنصب كل من النائب بمجلس الأمة وعضو البرلمان العربي محمد الجبري، بالإضافة إلى الجزائري نور الدين السد والمغربي عبد الرحمن لبدك والسودانية سامية حسن. وقد أكد نواب مجلس الأمة وأعضاء بالبرلمان العربي أهمية تضافر وتوحد الجهود والرؤى لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي تشهده المنطقة العربية. بأسلوب ترفيهي تربوي يمكن اكتشاف مهارات دفينة لدى الأطفال، ويمكن أيضا تعليمهم وتدريسهم من خلال اللعب ببعض الأدوات البسيطة للتأكد من صحة استقبالهم للمعلومات. تقرير لخالد الفارس. اللعب طريقة لتنمية المهارات الجسمية والعقلية لدى الأطفال بالإضافة إلى التسلية. قاعد ألعب ألعاب حلوة وجميلة وتربوية. باستخدام بعض الأدوات البسيطة في اللعب يتمكن الكثير من الأطفال من التعلم وحفظ المعلومة، وبالتعلم عن طريق اللعب قد يتمكن المعلم من تعليم الطفل لحسن الاستماع وطريقة التلقي والاستيعاب الصحيح للمعلومة، بالإضافة إلى القدرة على تعليمه موازنة جسمه أثناء الحركة. الرياضة الدماغية هذه وايد تساعد الطفل على التركيز، ففي بعض الرياضات خاصة هي بدنية ولكن هي خاصة في الدماغ، بعضها يتعلق في القراءة، بعضها يتعلق في الانتباه والتركيز، بعضها يتعلق في إذا كان عنده مجهود، لو مثلا هو عنده عجز بالرياضيات مثلا أو عنده عجز بالقراءة ما أجيبه ودرسه منهجه، العجز اللي في القراءة ولا في الرياضيات سبب قضايا تركيز وانتباه، فأنا أشتغل على التركيز والانتباه عنده، أزود تركيزه وانتباهه وعلمه شلون طريقة الاستيعاب نفسها. فالاستيعاب مثلا أدخل معاه عن طريق اللعب، أدخل معاه عن طريق قصة، أدخل معاه عن طريق موقف، أدخل معاه عن الاستدلال اللفظي والاستدلال غير اللفظي. وأيضا عن طريق اللعب يتاح لنا فرصة التعرف على مشاكل السمع والرؤية لدى الأطفال إن وجدت. دائما أنا أستخدم المترونوم معهم، أني أنا أعلم أنه في رتم معين أنت لازم مثلا تتحرك عليه، الطفل العجول اللي عنده فرط حركة ما يبي يثبت، ما يبي يلا بسرعة بسرعة أعطيني الجواب يبي يخلص، أو أنا بقط الكرة بسرعة واحدة ورا الثانية، أنا أعطيه تعليمات لازم تتبع تعليماتي، فيوقف فترة معينة. طبعا بالبداية نبتدي أن أنا صفر مثلا بالصفارة عشان يؤدي الأمر اللي أبيه عقب دقيقة مثلا. أدوات خاصة وطرق مختلفة تستخدم باللعب مع الطفل ليتعلم من خلالها. اللعب نفسه هو يعني يسبب متعة للطفل، يحسس الطفل بالمتعة، فاستخدام حواسه واستخدام خياله ثبت المعلومة عنده داخل المخ أكثر من لما تكون نظرية وسمعية بس، المجرد يعني تكون يعني كتلقين، ممكن تكون مكعبات، ممكن تكون أحرف، ممكن تكون خرز، لأن الخرز تساعد إذا مثلا الخرز والخيوط تساعد بتنمية عضلات اليد الدقيقة، فوايد من هذه الشغلات التعليمية ممكن تكون أشياء مثلا بسيطة مش خاصة بالتعليم، ممكن الأم تبتكر هذه الشغلات. من الممكن تنمية المهارات الاجتماعية ومهارة فهم الذات لدى الطفل أيضا عن طريق اللعب ومهارة المعرفة، ليتسنى لهم بعدها الحصول على المعلومات بأنفسهم وإيجاد الأجوبة لأسئلتهم. دارتكم هني في تلفزيون عربي قناة الراي. خالد الفارس، الراي. ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، نظم مركز الأخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين مسيرة تحت شعار لست وحدك بمشاركة حافلة، وانطلقت المسيرة من مركز الأخرافي إلى سوق شرق، فيما أكد المشاركون أهمية هذه الأنشطة في تسليط الضوء على احتياجات هذه الفئة والعمل على دمجها مع باقي فئات وشرائح المجتمع المختلفة. حضرنا الاحتفالية اليوم تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكل الشكر حق مركز الأخرافي
انه قاعد يدمج ذوي الاحتياجات مع الاصحاء ويدعي لنا في المناسبات هذه، وكل الشكر لكل من ساهم وحضر في هذه الفعاليه المميزه. شاركين في احتفال حق ذوي الاحتياجات خاصه من تنظيمه، كنا الصبح في مركز خرافي من المسيره وجينا هنا اليوم. وبمناسبة اليوم العالمي للمعاق، نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم فيديو يجمعه بالطفل القطري المعاق غانم المفتاح في رحلة طيران، لنتابع ذلك معا. خسائر جديدة للبرميل، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. وفق تقرير اقتصادي متخصص، فإن سوق الكويت للأوراق المالية واصلت تسجيل الخسائر المتتالية إثر عدة عوامل سلبية دفعت بعض المستثمرين إلى اللجوء لعمليات البيع العشوائية. وأوضح التقرير أن ذلك تسبب أيضا بعزوف العديد من هؤلاء المستثمرين عن التعامل في السوق إلى حين ظهور محفزات إيجابية تساهم في عودة ثقتهم، كما سجلت أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع تراجعات عقب تأثرها قرار منظمة الدول المصدرة للنفط الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية. وقد وصل سعر برميل النفط الكويتي موجة الهبوط لينخفض بمقدار 99 سنتا في تداولات أمس، ليصل إلى 64 دولارا و12 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي أسواق النفط العالمية، واصلت أسعار الخام التراجع مع فشل بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية في التخفيف من أجواء التشاؤم في السوق. وهبطت أيضا عقود الخام الأمريكية الخفيفة لتغلق عند 65 دولارا و84 سنتا للبرميل. العين على دور الوزارات، تابعونا في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. أجرت اللجنة الفنية لكرة القدم في الهيئة العامة للشباب والرياضة قرعة بطولة دور الوزارات والمؤسسات الحكومية للموسم الحالي 2014-2015، وسينطلق الدوري في أواخر شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 27 فريقا، 15 منها للملاعب المفتوحة و12 فريقا للصالات المغلقة. وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ترأس المجموعة الأولى بطل الموسم السابق الحرس الوطني، فيما ترأست المجموعة الثانية وزارة الدفاع وصيف الموسم السابق. نقلت لممثلين الوزارات والمؤسسات الحكومية تحيات سعادة الشيخ أحمد المنصور رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، تمنيات لهم بالتوفيق بمناسبة انطلاق دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية. الهيئة العامة للشباب والرياضة حريصة بأن يكون إن شاء الله هذا الموسم موسم رياضي حافل تتخلل منافسات شريفة، ليس فقط نشاط كرة القدم، في كل الأنشطة الرياضية وللجنسين للنساء وللرجال. أنا متفائل إن شاء الله بأن يكون هذا الموسم إن شاء الله موسم رياضي قوي في كرة القدم وفي الرياضات الأخرى. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت.
وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب والرايتيوب. في أمان الله.